سنتحدث في قصتنا عن محروس محمد. محروس محمد طبعا هو لاعب من لاعب كرة القدم المصري في نادي بني سويف. محروس محمد بعد أن توقف الدوري المصري لجأ إلى العمل، لكن ليس كلاعب كرة، بل انتقل إلى العمل كعامل بناء مرورا ببائع كنافة وبعض أنواع الحلويات أيضا التي يتم إنتاجها في رمضان في مختلف الأيام الرمضانية. طبعا العيب مش في الشغل، العيب أني أرجع البيت وجيبي فاضي، هذا ما قاله اللاعب المصري محروس الذي نشر قصته موقع يلا كورة ليصبح بذلك حديث لمواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية. طبعا أصبح حسابه على موقع الفيسبوك مزارا للباحثين عن أنشطته اليومية وإصراره على كسب قوته بأي طريقة مهما كان رأي الناس فيها. لكن الطريف في الأمر ليس كل ما ذكرناه، الطريف في الأمر أن محروس لم يكن يعلم بانتشار قصته ولا بصوره التي تابعها مئات الألاف. السبب في ذلك رصيد هاتفه من الإنترنت كان قد انتهى، ولم يستطع أن يقوم بشحنه مجددا للحصول على حزم من البيانات. نتابع هذا الفيديو. ينضم إلينا من محافظة أسيوط لاعب نادي بني سويف المصري محروس محمد. بنرحب فيك معنا على منصات. محروس، أنت رصيدك كان منتهي وما كان عندك إنترنت حتى تعرف أنه صورك انتشرت بهذا الشكل بمواقع التواصل الاجتماعي، بدنا تخبرنا كيف عرفت أنه صورك انتشرت؟ أولا أهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وأنت والله طيب. والله أنا والله العظيم يعني كنت أنا نزلت المقطع ده فيديو عادي تمام، بس فبعد كده عد الكابتن وائل حبيب بصراحة يعني وقال أنا نشرهولي يعني وكده تمام، فمن هنا بدأت كل حاجة يعني بصراحة. بس وأنا فعلا لقيت ناس بتقولي يا محروس ده أنت صورك ايه نشر الفيسبوك يعني والحياة دياتي تمام. أنا ما كانش معي نت، فلما ببقى في مكان فيه واي فاي مثلا بفتح الواي فاي فبشوف يعني، فكنت مبسوط وكده وفخور بكده يعني. طب جميل محروس، بس ما انت قلت العيب مش بالشغل، العيب انه ترجع البيت وجيبك فاضي. اليوم هذه رسالة ممكن محروس بتوصل للكثير من الاشخاص، برأيك كيف ممكن يتعاملوا مع هذه الجملة؟ لا انا بقول يعني العيب ان الواحد يبقى جابه فاضي، ده العيب بتاع الراجل تمام؟ لكن بالاحترام ليك، طول ما الراجل مثلا بيشتغل وبيقدر يجيب فلوس ويقدر يصرف على اهله وعلى ناسه تمام، ده يبقى الواحد يبقى فخور بكده تمام. بس طيب انت لاعب كرة قدم مشهور بمصر، ما كان عندك اي حواجز انك تمارس هاي الاعمال سواء كانت اعمال بناء او اعمال بعيدة عن طبيعة عملك الاساسي، ما كان عندك اي مانع؟ لا طبعا انا ما عنديش مانع. مثلا انا في الاول لما كنت بلعب كوره، انا من زمان بلعب كوره تمام، لعبت اول حاجه العاب كوره، وبعد كده لعبت بوكس، وبعد كده لعبت يد، وبعد كده اخر حاجه لعبت كره قدم تمام. بس فانا طبيعتي لما الدوري بيخلص او في توقف بنزل الشغل، فالايام العاديه حضرتك بشتغل بنا صنيع بنا تمام، لكن في شهر رمضان انا بشتغل في القطايف في الكنافه، برش كنافه بلدي برضو. بس فيعني انا راجل ما بحبش القعده، انا عامه بحب اشتغل يعني. انا كنت في منفلوط في مركز شباب منفلوط، كنت باخد 50 جنيه في الشهر برضو، كنت بشتغل تمام. وحاليا برضو بالنسبه الحمد لله المعامله مسطور الحمد لله وشكرا لك، وبرضو بنزل اشتغل. محروس كثير من الأشخاص تضرروا، كثير من الأشخاص تضرروا بسبب انتشار فيروس كورونا. ثقافة العيب ربما بطريقة أو بأخرى بتسيطر على بعض هؤلاء الأشخاص، شو بتحكي لهم اليوم محروس؟
لا والله، هو طبعا الفيروس بتاع الكورونا دوت كان خطر مثلا، وكان الناس الله يحترمها ليك مثلا بتموت منه وتاثر منه، تمام؟ فكل واحد التزم ببيته، فطبعا في ناس التزمت، وفي بقى احترم ليك مثلا الناس اللي هي طبعا معاشتها على كديها، فبتطلع تشتغل، وبرضه اثناء الحظ برضه بتبقى متواجده في بيوتها، تمام؟ لان احنا مثلا عندنا هنا في الصعيد الواحد لو ما اشتغلش مثلا مش هيجي ياكل ولا يشرب، فلازم ينزل يشتغل، ووقت الحظر ما حدش بيطلع، فاهمني؟ بس أنا بدي أشكرك جزيل الشكر من أسيوط، لاعب نادي بني سويف المصري محروس محمد، شكرا لك.